صباح الخير سلمى. يسعد صباحك رشا. كيفك؟ تمام ان شاء الله. دوم يا سلمى، صباح الخير لك لحدا مرافقنا بصباحنا لليوم. اليوم هيك بلشنا باجواء الاعياد والشجره، ان شاء الله يا رب هذا الشهر يكون شهر الخلاص لنا وشهر الانفراجات على كل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. خلونا نبلش صباحنا بكلمه يا رب، ونكون دائما مع الاشخاص اللي بنحبهم بحياتنا، الاشخاص اللي دائما بيعطونا الطاقه الايجابيه اللي نحن هلا دائما بحاجه لها. صباح الخير عن جديد لك رشا، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا. محطات عديدة أكيد رح تكون اليوم ضمن صباحاتنا، وقبل ما نبلش صباحنا لسه هذا الجو رح يستمر مثل ما عرفنا مبارح من الأرصاد الجوية، الضباب لساته مستمر، فكل اللي عنده شغل بكير أو عنده شغل متأخر عم يرجع متأخر على البيت ينتبه قدر المستطاع من الضباب اللي موجود بدمشق وغيرها من المحافظات. وأكيد مبارح كان هيك في حالة حلوة لمسناها على السوشيال ميديا لفوز المغرب، بدنا أكيد نقول مبروك لأول منتخب عربي بيوصل للتصفيات، ربع التصفيات النهائية. أكيد مبروك وناطرين الفوز للأمام، ومحطاتنا رح نبلش فيها بعد ما نصبح عليكم بغنية. يا طيري وانا شيدك بالله، بالله ما شفتي محبوبي، مشتاق انا والعالي مره، مشتاق انا والهوى جنوبي. وقبل ما نروح لاول فقراتنا سلمى، خلونا نكون اليوم بذاكره الصباح ونشوف اهم الاحداث اللي صارت مثل هاليوم.
اليوم 11 كانون الأول، كثير من الأحداث شكلت بتتاليها ذاكرة عبر الزمن، ومن أبرزها عام 1947 إنشاء منظمة اليونيسف العالمية لرعاية الأطفال، وفي عام 1972 هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر، وفي عام 1981 الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة، وفي عام 1997 فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1843 روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905. وفي عام 1918 ألكسندر سولجينتسن، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1978 فينسنت دوفينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكية حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955. أما هلأ رح نروح لتاني محطة من محطاتنا، تحديدا لمحافظة حما ومدينة حما العريقة بأسواقها وخاناتها التراثية والأثرية اللي هي رمز أثري ما زال حتى الآن محافظ على نفسه. من هي الخانات؟ خان الحنة، وهو من أحد الخانات التي يتميز بالنسيج المعماري الفريد. تفاصيل بتقرير مراسلنا، خلينا نتابع سوا. مدينة حما العريقة تشتهر بأسواقها وخاناتها التي هي رمز أثري ما زال يضج بالحياة. وخان الحنة هو من أحد الخانات الذي يتميز بنسيج معماري فريد، والذي تم بناؤه منذ مئات السنين، حيث شيد هذا الخان على طراز فندق يؤمن راحة المسافرين ويحافظ على بضائعهم. خان حنة مبنية بالفترة العثمانية، وهو مبني من الحجر الكلسي القديم، وله مدخلان، مدخل إلى الجهة الشرقية مطل على سوق الطويل أو سوق المنصورية، ومدخل مطل من الجهة الجنوبية على سوق النحاسين. في يتوضع بوسطه فسحة سماوية تتضمن بحرة مسمنة الشكل، وأرضية هذه الفسحة مبلطة بالحجر الكلسي القديم. يتألف الخان من طابقين، الطابق الأرضي لغرف النوم والاستقبال، والطابق الثاني للمنامة، وكل طابق يتميز بتصميم جميل وعريق. يوجد فيه بركة مياه فوقها فسحة سماوية جميلة، وتم تسميته بخان الحنة لأنه كان مخصصا لبيع الحنة والبهارة. المبنى مؤلف من طابقين أرضي وأول. الطابق الأرضي يحتوي على أروقة من كافة الجهات، بالإضافة إلى وجود المحلات التابعة للخان، وهناك لدينا 5 أعمدة حجرية من الجهة الغربية تحمل العديد من الأروقة والعقود المتصالبة. أما بالنسبة للطابق العلوي يتم الصعود إليه عبر درج حجري موجود في الجهة الشمالية الغربية، يتم الصعود إلى الطابق الثاني حيث يوجد رواق من الجهة الغربية محمول على أعمدة خشبية عددها 9 أعمدة، وبالإضافة إلى سقف هذا الرواق والمحلات من الخشب والبدود الخشبية. هذا الخان سيبقى الذهب العتيق يعكس عبق التاريخ وجمال المكان. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حما. وبأولى مساحاتنا وفقراتنا الصباحية اليوم رح نحكي عن موضوع كتير بهم الأهالي، رح نحكي عن موضوع الغيرة عند الأطفال. كتير منشوف سلمى بالبيت الواحد طفلين، ولكن في غيرة كتير قوية بيناتهم، ممكن يكون من الأهل حدا بدلل حدا على حساب حدا، حنية زايدة، حب زايد، أو الطفل مصلحجي بالنهاية بيعرف من كيف يزبط وضعه. أكيد. هلأ بما أنك أم بتمر عندك هاي الحالة صارت معك، يعني أوقات موجودة. أحيانا بتكون من غير قصد، يعني الأهل بنشوف مثلا أوقات البنت بيدلل أبوه أكتر، الشاب بيدلله الأم أكتر، أوقات العكس. فهل صادفك مثل هاي الحالة؟ أكيد سلمى، بس الأهالي أكيد الأم بتحب كل أطفالها، ولكن دائما الصغير بالبيت بيكون له الحنية الأكبر.
تضربينا بحجارك هلا. كل اخواتي اللي عم يسمعوا الحلقه رح ينبسطوا منك كثير، لانه دائما بيقولوا هالجمله، الاخ الصغير دائما مدلل، بس هو الحقيقه اذا مدلل او لا ما بنعرف، مو دائما بيكون. هلا المشكله اذا كانوا قريبين من بعض رح يشعروا بهي الغيره، فاليوم رح نحكي ضمن هاي الفقره عن موضوع الغيره بين الابناء، شو هي اسبابها وشو هو اهم طرق نحن بنقدر نتلافى، بنقدر نخلي اطفالنا اليوم بنفس السويه، ان كان بالمحبه والدلال، هي الاسئله وغيرها حجاوبنا عليها. ضيفتنا لليوم الاختصاصيه التربويه يسرى عباس، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك يا استاذه. خلينا نبلش مع حضرتك بتعريف الغيره بالبدايه، هذا المفهوم شو بنقصد فيه وليش بينشا اساسا بين الاطفال بالعائله؟ قبل ما نفوت بتفاصيل تفاصيل المفهوم العام للغيره، اليوم نحن في اساس بالموضوع وهنن الاهل، هنن الاشخاص المسؤولين اليوم ليقدموا هي المحبه وليقدموا هي الدلال، وهون نحن قادرين انه نحن نتحكم بعواطفنا ونتحكم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل. يمكن سلمى ضوت على نقطه كثير مهمه انه الاهل شو بيعملوا؟ ايه مين بيدلل اكثر بالبيت؟ هي كل الاهل بيقولوا هذا الحكي. هلا طبعا رح نستمر ونحكي تفاصيل اكثر، ولكن رح نروح مشاهدينا لفاصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلو بطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وين عتم هالليل كتير بضوي لك قلبي فانوس. سهريت السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات وحدة هب ووحدة نوس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. يعني مثل ما قلتي رشا، كنا عم نحكي مع الأستاذة يسرى، رح نرجع من أول وجديد ونحكي. كان عم تقولي حضرتك عن الغيرة وتعريفها وليش بتنشأ، خلينا نرجع نسمع من حضرتك. نعم، الغيرة طبعا هي حالة نفسية مدمرة لصاحبها، تظهر على شكل نوبات من الغضب والخوف والقلق والتوتر. طبعا تنتاب هذا، طبعا الغيرة عم بحكي عن طفل وتبدأ بسن السنتين، يعني بمجرد هذا الطفل شعر في حال تهديد لمكانته لشخصيته. هذا الطفل كان يشعر حاله أنه هو متربي على العرش، مسيطر على محبة كل أفراد الأسرة، هو الزعيم، هو كل شيء. فجأة جاء مولود جديد. أو هون أول مراحل غيرة تبدأ عند الطفل. طبعا هون تعتبر أنه نضج، وعي على ذاته، صار عنده إدراك للعلاقات الإنسانية، فهم يعني بسن السنتين، تصوري فهم أنه في شيء حدا عم يهدده، يهدد حياته. فهون بيبدأ محل غيرة من هذا المولود الصغير، بتنتاب نوع من حال من الحب أو كراهية، مرة بيحبه مرة. فنحن هاي بتتعالج، يعني نحن غيرة الطفولة بريئة وممكن تتعالج دغري، بكون الأم مجهزت له فترة قبل ما يجي المولود. طبعا في عدة أمور، أنه في هيك طفل صغير بتلاعبه دمية، لكن هو بيشعر بيرجع مثل نقوص للوراء، أو يرتد بيصير يرجع بده ينام محله، بده يرجع لحضن أمه بعد ما تكون ضفته. نعم شوفه بنحط لهاية، بيرجع للببرونة الحليب يعني الطفل. طبعا هي انا عم اقول لك كان لازم تكون مجهزه للامر قبل ما يجي هالمولود الام، بالنسبه لغيره الطفل من المولود، تكون عده امور، عده انشطه، بكون جهزت له العاب، تقول له تعال لعبوا سوا، من بعيد ضحكه، لعبه، ابتسم له. يعني الام هي بتعرف شو بتفهم على طفلها، كيف تخليه يتحول هالعدوان هذا الى محبه، انه يحضنه، بتحطه بحضنه، عده امور. وحتى الاهالي اللي جايبين هدايا المولود تقول لهم جيبوا هدايا لهداك، شوفي عده بدل الام تتصرف بسرعه
يعني هون تتراقب بسرعة بدها تعالج الموضوع، وإلا هو اللي يخليها تروح على المطبخ شوي يضربه يعمل شيء. فنحن عادة غيرة الطفل بالمرحلة الأولى صعبة كتير بالنسبة له، يعني شعر إنه هون خلص ما عاد فيه اهتمام، فقد رعاية، فالأم تحضنه تحبه تبوسه تنيمه بحضنها تحكي له قصص تشاركه تقول له تعال شاركني كيف نحممه هيك. فعدة أمور يعني ما كتير تعطيه كتير، بده ينام الطفل ما بقى ينام الا بده يجيب السرير نفسه اللي نايم فيه الطفل. صحيح. فهالامور هي غيره الطفوله تبدا بعدين، نحن الغيره تبدا بين الاخوه عندما يصير فارق عمري بيناتهم، يعني هذا سنتين هداك اربعه هداك خمسه حسب عدد الاطفال في البيت. فغيره الولد الاوسط تختلف عن غيره الكبير عن غيره الصغير. الاوسط بيشعر حاله انه ضاع، الكبير ميزاته احسن منه وافهم منه. خلينا نركز على هاي النقطه، يمكن مثل ما بيقولوا اصغر شيء بالبيت مثل ما بيقولوا بالعاميه اخر العنقود، دائما بحس حاله انه هو الكينج تبع البيت الملك تبع الاسره، يعني دلاله له الحنيه له، يمكن حنيه الام والاب انه هذا لساته صغير. هون بتملش الغيره، اينو اصعب وقت اللي بيكونوا قريبين لبعض بالعمر، او ممكن اذا كان في فارق بالعمر بيناتهم يسهل انه انا اخي الاكبر مني يفهم وضعي كوضع طفل صغير بالمنزل. نحن هاي داخل المنزل الام والاب عليهم يتعاملوا مع هيك مواضيع بحكمه وهدوء، يعني عندهم عدد من الابناء كبير وصغير بنات، غيره الفتيات تختلف عن غيره الذكور، فنحن لازم نحول هالغيره لمنافسه. كل واحد تمسكه على حدا تقعد معهم تجلس بهدوء تراعي شخصيات كل واحد، ممكن واحد منهم عم بيعاني من قصر معين، بنت اجت احلى من بنت هذا نضج، ففي عندنا فروق فرديه في البيت، في عندنا ميزات. بيقولوا البطن بستان، يعني بيقولوا لك مثل الصيني انه لا يوجد اسره ما فيها مشاكل، يعني ما في بيت الا بتسمعي صراخ شجار عراك مستمر، شو عم يتنافسوا؟ كل منافسة الأطفال على حب الوالدين واهتمامهم ورعاية أنه أنا الأحسن أنا الأفضل. فنحن لاحظي الأم هي عم تحكي أحيانا تقول لي ليش ما بتكوني مثل أختك، أختك ما عزبت لك ما أحلاها لك دفترها لك خط. فنحن هون الأم هي بتزرع الشجار بالبيت، هي بتعمل منافسة مقارنة. هي بتأجج نار الغيرة بعدم العدل بين الأولاد بالحكي بالألفاظ بدون ما تشعر والله هاد ما عذبني، هاد كان ما في احسن منه بصغره هاد. فنحن الام بدون لا تشعر هي بتوقع حالها انه عم تمدح عم تحفز إيه؟ او عم تحفز هو عم تأجج منافسه عدم عدل مقارنه مع عمرك لتقارني طفل، المقارنه هي نار الغيره، يعني هي اللي بتأجج بركان القنبلة الأسرية الأولى ولود طفل، طبعا هاي مولوجية الثانية المقارنة بتضل تقول له ابن عمك ابن الجيران شفت رفيقك أشطر منك سب. لا لا، نحن في عنا نظرية بيل جاردنر للذكاءات، في عنا ذكاءات متعددة، كل طفل يملك ذكاء معين لغوي بصري مكاني رياضي منطقي موسيقي. هلأ مثلا يعني ميسي هلأ وقت الرياضة بيفهم بالفيزياء والرياضيات، ما بيعرف إلا يلعب كرة قدم فقط. فنحن الرياضي عنده مهارات وقدرات رياضية كبيرة لكن مهارات عقلية، فاللي ذكي بالعربي إمكانات أدبية المتفوق بكل المواد. فنحن عندنا الطفل علينا أن نكتشف شو ذكي جدا باللغة خليه يكتب، بالرسم يرسم، اكتشف موهبته. يعني نحن بتشوفي غيور عنده تدني بالثقة ونقص بالحنان وشعر بأنه يعني في عنده ظروف خاصة شخصية خاصة، يعني ضعف هالغيرة ومدى السيطرة عليها ومدى تجاوز المرحلة تعود لشخصية كل طفل. فنحن هون دور الأم، ليش بيقول الأم مدرسة؟ مدرسة طبعا. تستطيع أن تفهم أولادها من عينيهم، فتستطيع أن تأتي بهذا الطفل تقول له أنت هيك شوف صحيح انت قصير صحيح انت كذا وانت كذا بس خطك حلو انت ليك صوتك ما احلى ابوك بيحبك ليك لا تقول لاخوك هيك تجي كل واحد بصيغه معي تعرفهم الايجابيات كبت خبرات الطفوله اصعب منا ما في انه هذا بيكبر وبصير عمره قديش بيقول امي والله كانت تفضلك علي والله عمرها ما حبتني والله هيك بنوع من المشاعر الطفوليه. لكن الام صدقيني انا قاعده مع ام عندها 10 اولاد انا عندي هيك حب اسئله شلون قولي لي كيف يعني مين بتحبي اكثر قال والله كل ولد محبته اغلى من الثاني هيك يعني ما في يعني انه الاولاد فعلا الام تستطيع ان تعطي رعايتها واهتمامها بطرقها الخاصه باسلوبها صحيح تجيب هالولد تزرع الثقه فيه تعطيه ميزاته انت اقوى انت افضل انت احلى. فنحن نوع علاج كل فكره وكل غيره غيره الفتيات اسا اصعب انه حساسين عاطفيين فانا عم بحكي على غيره قبل المراهقه
غيرة المراهقة تختلف، وهذا اللي أسألك عنه. كبر، صار عاطفي اجتماعي. أنا عم بحكي عن مرحلة الطفولة فقط، كون هي تتعالج. ما بدي أعمل كبت، ما بدي أعمل الطفل يخبي. كيف أنا بدي خلي هالطفل يطالع مكنونات؟ ولاحظي معي، تسألي ابنك هو جاي مدرسة شو صار معك، البعض بيقول لك، البعض ما بيحكي، البعض ما بيجيب سيرة شو صار معه. هذا الطفل كيف بدي طالع له مكنونات وأعرف من شو بيغار، ليش بيغار، لما تغار؟ أنا بحبك وأبوك بحبك، بتجيبي لعبتين، هذا بيقتني، هذاك بيقول لي لا لعبة أخي أحسن من يكون، بادلتهم يكون رجع الغيور، بضل شاعر ضعف بالثقة. فأنا كيف بدي أرفع له هالمستوى هذا، منسوب ثقته بنفسه. أول شيء شعره بميزاته الإيجابية، الآخرين شو حكوا عنه، فلان رفقاته أولاد عمه، إنه والله بيضغاروا منك لأنك أنت بشوفك على طول بتكتب ونشيط. في طفل نشط اجتماعي، ما فيك تقدري ما شاء الله إلا يميز، إلا يبرز ولد أحسن من ولد بالبيت. فالأب بيقول له والله أنت أحسن، ما بيحس إنه ضرب الكل. لما بتقولي لولد أنت أفضل ولد أو لبنت أنت أنشط منه، أنت بتساعديني، ما بتشعري حالك أنك ضربتي البقية. هون بيشعر نوع من ملامح الزعل والانزعاج والكآبة والانطوائية، يعني ممكن ينطوي ويقعد لحاله، صار شعر أنه هذا ما هو مكروه أهله أبيك. يعني أصعب شيء الطفل يشعر أنه أمه ما بتحبه أو أبوه ما بيحبه. فالمنافسة والغيرة لكسب أكبر مساحة من المحبة. كيف؟ طبعاً يا بيبكي يا بيصرخ يا بيزعجهم، بيقوم بتصرفات مزعجة أمام الضيوف، أمام، فبيشعر أنه كلهم مهتمين بهالولد، جايين كلهم يباركوا أو يباركوا بنجاح ولد أو صحيح. تفوق أحياناً صدفة بيتفوق ولد تاني ما بيتفوق. يعني صدقيني لما بينجح ولد بيجيب عامة والتاني جاب صناعة بتصير، ومع أنه هداك كان شاطر وذكي وجاب هالمعدل هذا، تشتري بالبيت شعلت نار الغيرة بالولدين بدون ما يحسوا. فهذا شفتي رسمته أحلى، وهذا التاني ما رسم منيح، هدفت الرسم يضل هذاك عم يفكر عم يفكر ما عم يقدر، يضل يعيد ويعيد ويمحي، وانت ما لك عارفاني ليش تاري غاير من اخوه. طيب استاذه يسرى، حضرتك شرحتي هلا شو بيصير وقت الطفل بيغار وخصوصا بالعمر الصغير، وكيف هيك شويه طرق مثل ما قلنا بسيطه ممكن الام تساعد فيها اولادها ليتخلصوا من الغيره. اذا هالغيره ما اكتشفت وانتقلت للمراهقه، قد ايه ممكن تاثر على حياته، مو بس علاقته مع اخواته، ممكن علاقته بالمجتمع بالمدرسه؟ طبعا نحن بداخل المدرسه بداخل الصف تختلف المعامله. هون صارت المربي، نحن قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبعا فسبع فسبع، السبعه الاولى بحضن امه، بيبي قبل ما يدخل على المدرسه عم تعلمه قواعد التربيه الصحيحه، السلوك الصح، هذا غلط هذا سليم. طبعا انتهت، كان بحضن الاهل بالاب والام، كان في نوع من التربيه معينه مشت عليها الاسره. الان دخل الى المدرسه بعد السبع سنين، السبعه الثانيه لاحظي صار المعلمه والأم يتدخلوا في تربية الطفل. فالمربية أو الأم، مربية الطفولة الروضة أو الأم أو المعلمة، هون في قواعد بالصف، ما عاد في مدلل، ما عاد في صحيح. واحد ولا الأولي، ما عاد في ولد ما في غيره بالبيت شعر أنه في كتير أطفال المعلمة عم تعمل. فإذا هون المعاملة جوا الصف يجب أن تكون الغيرة للمنافسة للتفوق والعلامة الأفضل والأنشط. هلأ صار من حب الأم لحب المعلمة، شايفين؟ فهون كاس شوف يعني بيطلع بيحس انه معلمته صار يحبها اكثر من امه. يعني نحن بمرحله الابتدائي المعلمه مقدسه اكثر من الام. صحيح. يعني انا اذا اجيت قلت له لابني هاي الغلط هاي الحل غلط، لا لا قالت المعلمه هيك، انا عم صلح له، لك يا ابني والله مو هيك، هيك حل، قال لي لا 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 انستي هيك قالت لي. فالمعلمه صارت مقدسه اكثر من كونها بتعطيه كثير من القواعد والتربيه والمشاعر. طبعا نحن طرق التربيه اختلفت عن قديم، ما عاد ولا الطفل قاعد عم يتفرج على المعلم، صار الطفل يتشارك يتعاون، طرق تعلم تعاوني منافسة، بيقول له المعلمة يلا فكروا بالجواب، فكروا، طيب شارك انت ورفيقك بالحل، طيب شارك يلا تعاوني ثلاثة أربعة تعاوني. فنحن هالحركات هي كلها عم تفيد الطفل الانطوائي الخجول اللي ما بيسترجي يشارك إلى آخره، بتشجعه شايفة كيف؟ فإذا في طفل عنده بوادر غيرة بالبيت بالمدرسة بتترمم بتتعالج عن طريق منافسته للعلامة الكبرى. يعني مو بكفي انك تغار. لاحظي معي احد الفترات هلا بالفتره كرمت المعلمه صف ثاني طلابه، مين كم طفله؟ شيء طبعا صف شيء 40 طفله، كرمت شيء 15 طفله وكلهم حاملين هالشهادات، وتصوروا وجوا شو عم يعملوا؟ هاي اللي عم يبكي، هاي اللي حاطه راسها على المقعد. طبعا ما عجبني شيء انه والله هدول سقفوا لهم طلعوا الاوائل بالمذاكره يعني كرمون. فهذوك الاطفال ما اجتهم فرصه طلعوا تجابوا كل العلامات التامه، فكانوا عم يبكوا. طبعا هاي المنافسه حلوه، حلوه انه انا اكرم اطفال، في اطفال ما بتحس عادي فينا نقول عنها منافسه ايجابيه يعني بهالطريقه. هي منافسه ايجابيه،
طبعا أنا فيني حول هالغيرة، لاحظي معي، من خلال تنشيط هالطفل واستغلاله وقول له عنه أنت ما في منك وعلاماته أنت أخذت منيه. فلاحظي معي عندما نستغل فرصة الغيرة نحولها لشيء إيجابي، فبصير عندي تحسن بالمجتمع، تحسن بالعملية التعليمية، المعلمة بترتاح، كل طلاب غيورين. لاحظي إذا فتي على مدرسة اللي بيسموها متفوقين، 30 طالب متفوق، 30 ذكي، 30 شاطر، ما في فرق فردية، ما في فرق فردية، بينما كلها منافسة على الأعلى على التوب. بينما اجيتي المدارس في طبعا نحن ما بنجمعهم كلهم، المتميزين بنحطهم بصف، دائما في فروق فرديه، مثل ما قلت لك في زكاه، بتعرف في طفل انضج، في اشطر. فلذلك نحن علاج هذه الامور داخل الاسره، داخل الصف، داخل المنزل، دائما ازرعي الثقه بهالطفل، برزي له اهميته، اعرفي شو موهبته، بشو متميز. في اطفال تعي لهون يا ولد شو عندك موهبه؟ بتحب الرياضه؟ لا. بتحب الغناء؟ لا. ما في شيء. بيطلع بيحب كره القدم، تمام، خلي امه تسجله بنادي. طيب هاي شو بترسم؟ هلا انا شجعته على الرسم، ما بيعرف غير. فنحن عاده الام تعرف كل ميزات ايجابيات كل ولد بالصف، المعلمه من عيونها بتعرف اللي معه ومع الاستيعاب. يعني انا بحتوي هالطفل، في طفل عنده ضعف نطق فهذا صعب يشارك، بعرفه انه ما بيقدر ينطق حرف الراء او السين او، فلذلك نحن الترديد لما بتقول له رددوا معه هي العباره، مغناطيس، شجره، الى اخره، مشان هالخطأ هذا. فنحن هالترديد له إيجابيات كثيرة. لما تقول لهم غنوا، في عنا فاصل منشط، ما بيركزوا معي الأطفال، كل 10 دقائق بتقولي له غنوا معي واقفا، كيف بيعمل عصفور، وجلسة صحية. يعني المعلمة عدة طرق حتى يتابعوا معي، يركزوا، ما بده يفهم عليها شو عم تحكي. يعني مثل ما تابعنا معك اليوم كمان معلومات كثير، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا، يسعد صباحك ونورتي صباحنا. ان شاء الله هاي دائما هاي الغيره تكون ايجابيه، ان كان بين الابناء بالبيت الواحد او كان بالصف. يا هلا، ان شاء الله. شكرا. اما هلا رشا، صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه محليا عربيا وعالميا مع زميلتنا شيرين مصطفى. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى، صباح الخير رشا. مشاهدينا، موجز لاهم الانباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. نزح معظم أهالي بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسبب استمرار عدوان الاحتلال التركي وقصفه العنيف للبلدة، ما ألحق بها أضرارا كبيرة. وذكرت مصادر أهلية أن بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي فرغت من معظم سكانها الذين تركوها مرغمين نتيجة ضراوة العدوان التركي وقصفه المستمر لها بالمدفعية، ما تسبب بأضرار كبيرة في معظم المنازل والشوارع والبساتين المحيطة بها. وذكرت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت تهجير معظم الأسر وتركها منازلها في البلدة، وغادروها باتجاه المناطق الأكثر أمانا، وذلك خوفا من القصف المدفعي العنيف المستمر عليها من قبل قوات الاحتلال التركية. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين عليهم وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية. اقتحم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال حي تل الرمدة وسط المدينة واعتدوا على الفلسطينيين بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. بدورها اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين في قرية النبي صالح بالقرب من مدينة رام الله، حيث اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السامة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح وأجبرت على التراجع في عدد من المناطق بسبب العمليات التي تنفذها القوات الروسية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كونشينكوف إن العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كرانسو ليمان، حيث تراجعت القوات الأوكرانية وسيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة. و
وفي خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن فكرة إنشاء اتحاد للغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان لا تتضمن أي لعبة جيوسياسية. وكشف لافروف أنه تمت مناقشة مبادرة تشكيل مشروع ثلاثي الأطراف بشأن الغاز بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وقال أن روسيا وكازاخستان وأوزبكستان دول جارة وتمتلك نظاما مشتركا لنقل الغاز، وتهتم بضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز مع مراعاة ذروة استهلاك الموسمية. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيرين، ويسعد صباحك وصباح الخير عن جديد لكل مين انضم لمحطاتنا الصباحية. ورح نروح لفقرة هيك مميزة بحاجتها نحن هلا، كلياتنا بحاجتها كلنا طبعا. أكيد سلمى، بالوضع الراهن يعني أكيد معروف للكل الضغوطات النفسية اللي عم نعيشها، كان اقتصاديا اجتماعيا، ضغط البيت، ضغط العمل، هدول القصص كلياتهم هو أكيد حيتعبنا يعني. وهيك حالي دائما سلمى بنبحث عن طرق ولو كانت بسيطة ولو كانت جدا بديهية حتى نريح أعصابنا، نريح أجسامنا ونتخلص من هاي الطاقة السلبية. صحيح رشا، ويمكن كلياتنا بنسأل شو هي هاي الوسائل. بنسمع كتير حكي في ناس بتقول حاجة تنظروا علينا، لا تقولوا لنا بنساوي هيك وساوي هيك، تعودوا محلنا. ولكن الحقيقة أنه في بعض الطرق اللي الكل اتفق عليها بالعالم واللي هي الرياضة. الرياضة هي من الوسائل اللي بتفرغ الطاقة، بتنشط الجسم وبتعطي حيوية. أكيد بتخفف من الضغط النفسي، وكثير أشخاص بنشوفهم بيعانوا من موضوع الضغط النفسي، وبتظهر آلام على جسدهم، كان آلام ظهر، آلام رقبة. اليوم اليوغا هي حل من الحلول، وهي من الطرق الشائعة لنخفف من موضوع الضغط النفسي. رح نحكي أكثر عن الرياضة بكل جوانبها وإيجابياتها وميزاتها مع مدربة اليوغا ريام شدايدة، وحضرتها مسجل في تحالف اليوغا الدولي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. متفق انت وسلمى اليوم على الاخضر؟ ايه تمام. صباح الخير. اجواء الكريسماس. صباح الخير. هو بهذا الجو بهذا الوقت الواحد دائما بدور على الالوان اللي بتعطيه طاقه وبتريحه. يمكن الاخضر صحيح، وهي لابسه زهر بفك القهر، ما هيك بيقولوا عنه؟ فكره من طاقات القلب كمان. هلا الاخضر لطاقه القلب والزهر كمان من طاقه القلب. كيف يعني؟ اشرح لنا اكثر. هلا نحن عندنا في مراكز للطاقة بالجسم، هي بتخزن الطاقة. فهلأ هن الأساسيات بيقولوا سبع مراكز للطاقة، منبلش فيهم على العمود الفقري متوضعين من أسفل الظهر، شاكرا الجزر، الشاكرا من إلا العزبة أو سستهانة شاكرا، الضفيرة الشمسية. تمام، هدول الأسماء العربية، لهم أسماء بالإنجليزي وأسماء بالسنسكريتي. والرابعة هي طاقة القلب منتصف الصدر. فكل شاكرا طبعا في بعد كل شاكرا لها لون وإلى عنصر مرتبط بالطبيعة وإلى صفات وإلى طرق لتفعيلها. فاللون الأخضر هو لون طاقة القلب. أكيد هو لون الخير، إن شاء الله يا رب الله يبعث الخير على بلدنا. خلينا نبلش هيك باليوغا. اليوم اليوغا علم كتير كبير، يعني الناس بتفكر انه اليوغا هو بس شخص قاعد هيك قاعدة هادية ورايقة وعامل كم حركة بإيده وانتهى الموضوع. اشرحي لنا أكثر عن اليوغا. تمام. هلا اليوغا طبعا هي مثل ما قلتي علم، هي معتمد على العلم، على علم دقيق حقيقة، بس هي رحلة، هي طريق روحي، هي سلوكيات. يعني أنا مثلا فيني أقول لك هي بمعناها كحرف حرفيا يوغا من جذر يوغ اللي هي اتحاد. فالاتحاد هون هو اتحاد مع الكون، يعني هو اندماج او حاله وحده. تمام، التناغم. فهون باليوغا انا بدي اوصل هالعلم او هالتقنيات وهالطريق بده يوصلني لحاله تناغم روح فكر جسد. فهي طبعا جاي اساسا من الهند، يمكن صار كثير ما حكي عنها، وكثير يعني كثير العالم عم تبحث فيها وعم تتابعها وعم هلا صار لها كثير اقبال بهالايام. اليوم الاقبال من الاناث او الذكور اكثر؟ هلا الاناث عدد اكبر حقيقه، بس هي مو لانه هي مختصه للاناث، يمكن لانه
الأنثى بتلاقيه أقرب لإلها حالة الروحانيات خليني أقول. هلأ هي كتير مناسبة للذكر كمان وللأطفال، هي طبعا اليوغا للجميع هذا شعارنا، مو شعارنا هي كونيا هيك يعني، ما في أصلا بالكون نحن ما عندنا ذكر وأنثى، هي التكامل، هي حالة ين وين، فالذكر والأنثى هني موجودين بداخل كل شخص، هي بس يتوازنوا أنا بكون حالة راحة يعني سلام خليني أقول. فيمكن إقبال النساء أكثر علي بهالفترة، يمكن هن الموجودين أكثر بالبيت بجوز، أو هن اللي أقل انشغالاً، مع أنه الأكيد النساء صارت عاملات، بس يعني الحالة أنه بجوز هي طريقة تفكير أنا بقول، بس كمان طريقة تفكير مو صح أكيد. إذا بدنا نوجه الطريقة صح هي للجميع للاثنين. طيب كوتش ريام، خلينا نحكي أكثر عن أنواع اليوغا اليوم و كيفية تطبيقها بطريقة صحيحة. تمام. هلأ في كتير أنواع لليوغا، أكثر من 40 نوع طبعا يعني هلأ كوني أو بالهند بالحقيقة. اللي منتشر أو اللي انتقل للغرب ولقلنا هن الأكثر الشيء له علاقة بالنشاط الفيزيائي، النشاط الجسدي يعني بيشوفها. هلأ هي لما يقولوا لك يوغا تأمل، هي اعلى مرحله من مراحل نشاط اليوغا. فكري يمكن اكثر، هي مو نشاط فكري، هي يعني اخر شيء بدك نو ثوتس، يعني بدك توصلي لمرحله عدم الفكر، بس مو عدم الفكر عدم التفكير، بس انه انت بدك تكوني حاله صفاء ذهني. فنحن هلا يعني انحطت هي ضمن طريق حط الحكيم باتنجلي، هذا ب 2300 بعد الميلاد، سوري قبل الميلاد 2300 قبل الميلاد، حتى ضمن طريق. هالطريق هو 8 قواعد من الأذرع 8، ففي شيء خارجي وشيء داخلي. شيء كان الشيء الداخلي هو اللي كان بالقديم، اللي هي حالة التأمل والاستغراق بالتأمل، هي بيقولوا لها السمادي، أحيانا بيقولوا لها النيرفانا. بس هلأ بسبب الظروف ولأنه اليوغا عم تتطور مع تطور الزمن، عم تتعايش مع كل الظروف لحتى تخدم بالنتيجة، أنا بدي استخدم اليوغا لتساعدني، وبدي مثل ما يقولوا فاعلها بالطريقة اللي أنا بحاجتها فيها. فصار في نضاف إلى التمارين الجسدية، نضاف إلى أول مبدئين اللي هن ياما ونياما، أو هن مبادئ سلوكية أخلاقية، هي اللي بدها توصلني للصحة النفسية. هي هن نقول لهم نحن الوصايا العشرة، الصدق، لا أول مبدأ هو اللا عنف، الصدق، عدم السرقة، يعني كل هدول المبادئ مبادئ سلوكية أنا إذا عشتها بوصل لحالة صحية نفسية. بعدين بيجي تمارين الأسنة، بنقول لهم هن تمارين اليوغا اللي عم نعملهم، اللي هن بيفيدوا بتمطيط العضلات والأعصاب، بيخلوا الطاقة تمشي وتتدفق بالجسم بشكل سلس، لأن أنت عم تمططي الجسم، عم بتخلي عم تحسي بعدين براحة. هالراحة هي نتيجة مرور الطاقة، عبورة بالجسم، تحسي كمان بخفة. بعدها بيجي عنا ضبط أو سحب الحواس أو تمارين. هلأ عندك الأسنة والبرانياما، الأسنة هن التمارين الجسدية، البرانياما تقنيات التنفس اللي هي أساسية جدا باليوغا. بعد هدول الاثنين بيجي البراتياهارا اللي هي سحب الحواس. بس اتقن أنا الأسنة بتكون جسمي حاضر، بعد كل تمارين التنفس لأن أو تقنيات التنفس خلينا نقول هي بحالة القعدة، بكون جسمي حاضر فبتنفس، بلش اسحب حواسي للداخل، بعدها بفوت عملية التأمل اللي هي بدها توصلني لحالة صفاء الذهن والسلام الداخلي. نحن هلا قد ايه بحاجة لهذا الصفاء، إن كان الداخلي أو الذهني، وخاصة مثل ما بلشنا مقدمتنا ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم، كيف عم تستخدم اليوغا للتخفيف من الضغط النفسي؟ تمام. هلا اليوغا قبل شوي كنت عم بحكي أنا وبرات الهواء إنه لولا اليوغا أنا ما قدرت استمر. ليه؟ لأنه هي مثل الانتكاسة، عم تعبيها بتفضي بترجع بتعبي. عم نحكي يعني عن تجربة شخصية. تمام. بس هي تجربة طبعا الكل عم يختبرها، كل حدا عم يعمل يوغا عم يختبرها، لأنه هلا الضغوط موجودة. تمام. فأنا شو بدي أعمل؟ بدي لاقي طريقة لفرغ الضغوط
لحتى ارجع اتحمل بالنتيجه. يعني انا ما فيني غير بالخارج، بدي اشتغل انا على حالي، على نفسي، على حالي. تمام. فانا هون من خلال تمارين اليوغا وتقنياتها والتنفس وطريقه التفكير الايجابيه السلوكيات الصح، انا عم غير من داخلي، عم تصير اكثر قدره على تقبل الوضع، عم تزيد قدره التحمل تبعي. تمام. طريقه تفكيري اللي هي احيانا انا حتى اذا شغله سلبيه فكرت فيها عم بجذبها، فانا لا، بدي طريقه التفكير الايجابيه اللي انا عم بتعلمها باليوغا وعم بحصل عليها بشكل تلقائي من ممارسه اليوغا عم تساعدني لانه اتحمل اكثر، اقدر استوعب اكثر هالضغط اللي عم بيصير، لانه حتى هالضغوطات عم تنعكس على الحاله الجسديه كامراض. صحيح. مو بس على الحاله النفسيه يعني. طيب شو هي اهم التمارين اللي بتخفف من هذا الضغط؟ هيك اذا حبينا نعطي امثله اليوم طبق معك. هلا تمارين اليوغا طبعا كثيره. هلا التنفس كثير مهم، التنفس، لانه التنفس هو مثل السويتش عندنا، بيقلب من النظام العصبي الودي لنظير الودي لحاله الاسترخاء. فحتى التنفس البطني العميق اليوغي هو عم بيعطي مثل اشاره للدماغ انه انت بحاله هدوء وسلام، انت بامان. اما اذا بدي اتنفس تنفس ضحل صدري اللي كل العالم عم تتنفسه، عم فعل هرمون الادرينالين اللي هو عم بيعطي اشاره للدماغ انه انت تكون متاهب، انت بحاله خطر. تمام. فانا اذا قدرت فعلا على الاقل من اليوغا كلها قدرت اعمل تنفس، هي بكون قدرت غير شيء كثير بحياتي وبعاداتي كمان، لانه كمان اخر شيء اليوغا اذا ما قدرت تكون شيء من حياتي اليوميه ما راح استفيد منها اكيد. وهي يمكن مثل ما بيقولوا بتعطينا كنترول على جسمنا، فبالتالي انا بقدر بس اضبط نفسي او جسمي، بقدر اضبط طريقتي بالتعامل مع الاخرين. لانه نحن عم نبلش بالجسد، بس الجسد هو هالاداه، يعني هالأداة اللي انا عم بستخدمها لحتى اوصل للدماغ للناس واتواصل معهم. تمام. اي حركه بالجسد الا رده فعل بالدماغ. اذا قدرت انا اعمل كنترول على الجسد، انا ضبطت افكاري، ضبطت سلوكيتي، وقدرت اول شيء نحن نتواصل مع حالنا، لانه كل العالم تهرب لبرا. فاذا قدرت انا اكون متواصله مع حالي بطريقه صح، بتصير علاقتي مع الاخرين اسلس. صح. يمكن في كمان شغله بدنا نذكرها، انه الادوات اللي بنستخدمها باليوغا هي ادوات كثير بسيطه، يعني مثل ما كنا عم نشوف بالصور، ممكن فرشه او مده او اي شيء غطى وبنقعد عليه على الارض وشويه تمارين وبنبلش نشتغل باليوغا. ما بدها آلات، ما بدها ادوات مكلفه، وممكن باي مكان نعملها. ولهيك الناس بتسال هل يفضل انه نعملها بمكان مغلق بالبيت فينا نساويها، ولا لا لازم بالطبيعه حصرا؟ هلا الطبيعه طبعا، انت عناصر الطبيعه والهواء النظيف والارض، مثل كنا عم نحكي عن الاندماج مع الكون مع الطبيعه، بتعطيكي طاقه مختلفه. بس حقيقه يعني نحن مو على طول متاح لنا، مثل هلا بالشتاء والضباب. حتى لما حتى بالحاله العاديه يعني عن برد والضباب، مو على طول في عندنا فسحات من الخضار لحتى نطبق فيها اليوغا. فممكن يعني انا مهم لاقي مكان مريح كوزي، خليني اقول انه اقدر امارس فيه بشكل يومي اليوغا. يعني غرفتي اذا هلا يفضل تكون اول شيء مع مدرب. تمام. هلا بعدين بمرحله ثانيه حبيت انا اطبقها لحالي، بس تكون التقنيات عندي صح وانا بطبقها، لانه مهم انها تكون بشكل يومي او على الاقل 3 ايام بالاسبوع. فالمكان المغلق له حسناته، والمكان المفتوح له حسناته. أهم شيء يكون نظيف، مريح، دافي. مثلا نحن بنستخدم إضاءة خفيفة، موسيقى، كل هدول الشغلات بتساعدني لحتى أوصل لحالة ذهنية وروحية معينة. يمكن المكان المفتوح بيقولوا أفضل، يعني هيك بتعطي طاقة للمكان. إذا كان أحسن ما يكون مغلق. هلا فينا نأمن على طول ما في مغلق، ما في يعني. بس انه افضل حتى المكان المغلق، انت فيكي انت يعني كيف الطقوس اللي بتعملي فيها هو بتتاثر طاقته. يعني مثلا بيتك مغلق، فيه يوم يكون مغلق البيت مثلا، بس انت كيف بتعملي الاشياء اللي تكوني انت مرتاحه. وعلى طول طاقات محبه، طاقات ايجابيه. هلا الشموع عندنا كثير مهمه، انه بتسحب الطاقه السلبيه.
بتعطي طاقة إيجابية، روائح البخور كمان، الألوان كلها هي بتأثر على طاقة المكان. يعني حتى لو ما كان مفتوح أو بالطبيعة. ذكرتي الشموع والبخور، نحن قادرين بأي وقت يعني خارج اليوغا أنه نحن مثلا نطبق نشغل شمعة نشغل بخورة، ولا شو لازم يكون في طقوس معينة للقصة؟ فينا أكيد نستخدمها، بس هلأ الحالة الذهنية هون مهمة. يعني هلأ أنت لما بدك تشغلي شمعة وبخور ويكون مثلا قايم قيامته البيت مثلا او عجقه او ما راح تستفيدي من يعني اوكي هلا حلو هلا هي بتسحب طاقه، بس مهم انه نحن اي شيء له طاقه بس تفعيل الطاقه تبعه بتركيزي عليه وبيحطه بالمكان الصح. كل شيء بتحطه بمكانه الصح بيعطيك النتيجه الصح. صحيح. كوتش ريام حكيتي ببداية حديثك أنه اليوغا متعددة وإلى مراحل، يمكن آخر مرحلة هي المرحلة اللي الناس بتشوف واحد قاعد هي وعامل عامل هاي الحركة، الناس تفكر اليوغا دغري بدي يروح أقعد هيك وخلص انتهى الموضوع. خلينا نحكي شوي كم مرحلة وليش بنعمل هدول المراحل؟ ما فيني أنا دغري أنا حابة بس أعمل صفاء ذهن، بقدر ولا لا؟ طيب هلا نحن حكينا انه الجسد هو الوسيله اللي عم بستخدمها انا. طيب هالجسد انا لاوصل لحاله النيرفان او السمادي او التامل العميق انا بحاجه يكون قادر اقعد ساعات طويله، ساعه على الاقل. طب انا هالساعه اذا كان ظهري عم يجعني، مفاصلي ركبي عم يجعوني، رقبتي رح توجع بزياده، تمام انا تركيزي رح يكون انتقل لمكان الالم، فانا عم بحضر بدي احضر هالجسد لاوصل لهالحاله من خلال التمارين، من خلال طريقه التفكير، من خلال السلوكيات، من خلال الممارسه اليوميه. هلا اذا مو يوميه ثلاث ايام بالاسبوع برجع بعيد، تمام. فهدول كلها عم بيحضر جسمي لاقدر اوصل للحاله النهائيه لليوغا. اليوم هيك اذا حبينا من حضرتك اول شيء خلينا نحكي عن المده، يعني او في ممكن يكون في سلبيات لليوغا اذا كثير زادت عن حدها بالوقت. هلا هي بالنتيجه اليوغا انت عم تحكي عن اذا عم تحكي عنها كتمارين بس، هلا ما في انت كوقت فيكي تعمليها من ثلث ساعه لساعه ونص. هلا حتى اذا حدا عنده طاقه جسديه يعمل اكثر كتمارين برجع، بس هلا نحن مثلا جلسه اليوغا ساعه ونص بس فيها عندنا تنفس، عندنا مثلا 10 دقائق تنفس، عندنا تمارين، في تنظيف، في استرخاء، في تقنيات تنظيف بنستخدمها بس هي مو الشكل اليومي. ممكن فصلي او هلا اليومي بس النيتي ما بعرف اذا شي مره ممكن نحكي عنها، او تنظيف الانف هي خاصه بهالطقس انه بتنظف مسالك الانف، الاحتقانات، الجيوب، بتساعد انه انا يكون تنفسي كل ما كان اعمق كل ما قدرت اكون مرتاحه اكثر، تمام؟ تمام. ف نحن المده الزمنيه بحددها انا حسب استطاعتي. وبرجع بقول لك نحن كمده زمنيه كجلسه موزعه، مو كلها تمارين جسديه ولا كلها قاعده ولا كلها يعني مو شيء واحد. هلا برجع بعيد اليوغا لتكون مؤثره لازم تكون سلوكية يومية، نعم. طريقة حياة. فأنا ما فيني أحدد أنه بتضر إذا عملت زيادة، يعني شو هي الزيادة؟ ما أنا حياتي صارت أو جزء من حياتي أو سلوكيتي أو طبيعتي صارت جزء من حياتك اليومية الأسبوعية. صحيح. أكيد حيكون إيجابياتها كتير مهمة، ولكن نحن بحاجة كتير تدريب سلمى. اكيد. شو لازمنا حتى المهم النية المهم النية القرار اتخاذ القرار لنبلش. صحيح. هي بس كلياتنا بحاجه نبلش هيك ندور سواء عبر اليوغا او اي طريقه ثانيه لحتى شوي نصفي ذهننا بهذا الوقت. بالختام بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا. هلا بس اخر كلمه اذا تفضل. حكينا عن الطبيعه وعن اليوغا، فهلا نحن عاملين تمرين يوغا مجاني كل نهار جمعه بحديقه تشرين. حلو. للمفتوح للجميع هي مشان اينو ساعة؟ الساعة 9 صباحا. حتكوني مدربة حضرتك معك حدا او لحالك؟ في معي مدربة ثانية عاملينها فاتحينها مجاني للجميع. حلو. كل حديقة نهار جمعة كلها تكون عم بتكون الاجواء كثير حلوة، يمكن مرقت صور
ما لقيت كان بحاجتها نحن كثير هلا مثل ما حكينا يعني. اكيد اكيد نحن اكيد بننبسط فيكم واهلا وسهلا بالجميع. شكرا لك. شكرا لحضورك وصباحك طاقه حلوه على طول. حبيبتي. طاقه من القلب اهم شيء القلب. خير يا رب. يا هلا. شكرا لك. اما هلا رشا رح نروح لمحطتنا التاليه. انطلقت بمحافظه الرقه حمله اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا من خلال مراكزها الصحية بالإضافة للفرق الجوالة. تفاصيل بتقرير عبد الحميد الشخير. من خلال مراكزها الصحية بالإضافة للفرق الجوالة انطلقت في محافظة الرقة حملة اللقاح الفموي ضد مرض الكوليرا. انطلقت حملة تلقيح الكوليرا. طبعا اللقاح فعال وآمن ومقدم من اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الصحة عن طريق مديرية الصحة. طبعا اللقاح متوفر في المراكز الصحية والفرق الجوالة، يستهدف الأعمار من سنة حتى يعني من سنة وما فوق. لقاح متوفر وآمن وفعال من وزارة الصحة ومتوفر في كافة الفرق الجوالة والفرق الثابتة والمراكز الصحية. ندعو كافة المواطنين لأخذ اللقاح. لقحنا عدد كبير من الأهالي والطلاب في كافة الأعمار وكافة المناطق. طبعا الاستجابة من الأهالي كانت جيدة. الحملة تستهدف جميع الأشخاص من عمر السنة وأكثر وتستمر لغاية 15 من هذا الشهر. احنا اليوم جايين نلقح ضد الكوليرا، حملة أقامتها وزارة الصحة مشكورة. واحنا منطقة السنة الماضية انصابت بوباء الكوليرا والحمد لله السنة هذه تجاوزناها، وراح نتعاون مع وزارة الصحة بهالحملات. وأنصح كل الناس تقبل على حملة التلقيح لأنها مجانية ومتوفرة عبر الفرق الجوالة والمراكز الصحية. وأنا اليوم جيت على المركز الصحي مشان ألقح، والعيلة إن شاء الله كلهم يتلقحون. احنا جينا نلقح المستوصف، الله يكثر خير الدولة، والعام الماضي وما صار مرض. اللقاح آمن وفعال ومجاني، متوفر في جميع المراكز الصحية بالإضافة للفرق الجوالة. عبد الحميد الشخير، الإخبارية السورية، ريف الرقة المحرر. ونحن مستمرين بفقرات صباحنا غير لليوم، وخلونا نروح لتقرير ثاني بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحت عنوان إيد بإيد قول وفعل. أقيم في حماة مسير وسباق للدراجات العادية حول قلعة حماة. هنكون بتفاصيل أكثر ضمن تقريرنا مع حسام الشاب. بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم وتحت عنوان إيد بإيد قول وفعل، أقيم في حماة مسير وسباق للدراجات العادية حول قلعة حماة. شارك فيه 52 لاعبا من ذوي الهمم والأصحاء. فعالية بمناسبة يوم المعاق العالمي بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي جمعية التنمية الاجتماعية بحماة. فعالية لذوي الاحتياجات الخاصة، هي عبارة عن مسير صامت حول القلعة، دوران حول القلعة بالإضافة للدراجات. ذوي الاحتياجات الخاصة مدرسة الأمل نادي شرطة حماة الرياضي. الهدف من هي الفعالية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بين أفراد المجتمع لحتى يحسوا بحالهم أنه هن لاعبين طبيعيين ما فيهم أي إعاقات جسدية أو ذهنية. حاليا مرقت علينا مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، هو يوم المعاق العالمي اللي بيظرف 2/12. بهالمناسبة حبينا نجمع ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأسوياء ليشاركونا عيشتنا ونتفهم وضعهم. نحن عم نحاول بس نقول إيد بإيد قول وفعل ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي، بس نحاول نسلط الضوء على موضوع أنه هدول الأشخاص هن أشخاص عندهم قدرات عندهم مهارات، هن أصحاب ميزات يمكن نحن نفسنا عم نمتلكها. الفعالية الرياضية تأتي ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتهدف لدمج ذوي الهمم بالمجتمع وتنمية مهاراتهم الرياضية. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. وصلنا لختام محطاتنا رشا، ورح نكون مع الحديث عن إسهامات البرمجة وريادة الأعمال في نمو الاقتصاد وأثر الإيجابي على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لأن عملية البرمجة وريادة الأعمال لا تعمل فقط على الدفع بالاقتصاد الوطني، وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها طوق النجاة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في استخدام تقنية المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في بناء دول متقدمة في جميع
المجالات ومنها المجال الاقتصادي. للحديث أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم الدكتور المهندس طارق الصاتي وهو اختصاص بالمعلوماتية. صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخيرات أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك نورت صباحنا. نحن نحكي عن عالم واسع، عالم مليء بفرص العمل للشباب وعم يخلي نسبة البطالة كتير قليلة إذا توفرت الكوادر اللازمة. خلينا بداية نعرف أو نحكي بشكل عام كيف اليوم وضع سوق البرمجيات، صناعة البرمجيات؟ هلا بالحقيقه يعني بهالظروف اللي عم تمر فيها البلد للاسف يعني تراجعت شوي صناعه البرمجيات. يعني نحن قبل الاحداث كان عندنا مشاريع كبيره كان على المستوى الحكومي ولا على المستوى القطاع الخاص، هي المشاريع كانت هي بحد ذاتها تدعم صناعه البرمجيات وتدعم الشركات اللي بتشتغل بهذا المجال. هلا بسبب يعني تراجع هالمشاريع تم استبدالها خلينا نقول اليوم السوق السورية بصناعة البرمجيات مطلوبة من خارج البلد. يعني صار في سوق خارجي، صار في انفتاح على صناعة البرمجيات. السبب الأساسي أنه تحول يعني خلينا نقول الصناعة للسوق الخارجي هي خلينا نقول كلفة صناعة البرمجيات بالبلد، الرواتب بشكل عام هي أقل من دول الخارجية. فهذا السبب اللي خلى توجه كتير كبير من الشركات الخارجية انه يعني حتى اليوم في توظيف لشباب هن جوا البلد مع شركات عالميه وخارجيه، وخاصه الشاب السوري يعني هو شاب مطلوب لانه بيتمتع بالذكاء مختلف مثلا خلينا نقول عن الهندي. الهندي صحيح شغيل كثير بس ما يعني ما بيوصل. الهند اشهر الدول بالبرمجيات. هلا الهند صحيح لانه هن جماعه شغيله، يعني انا اشتغلت مع هنود بتلاقي الهندي بيشتغل احيانا 20 ساعه بالنهار ما بيكل ولا بيمل، لا بده يخلقه ولا بيمل. نحن عندنا الشاب السوري شوي هيك ممكن يكون يعني ملول بس بيتمتع بالذكاء، هو الذكاء احيانا الذكاء الكثير كبير ممكن انه يعطي شوي هيك انه بصير يعني بيكون ملول شوي. فبالتالي يعني نحن وقت نحكي عن صناعه البرمجيات بالبلد اليوم في انفتاح للعالمي، صحيح المشاريع الداخليه شوي خفت، حتى الشركات ان كان بالقطاع الخاص ولا القطاع الحكومي يعني بجوز ما تتحمل كلفه صناعه البرمجيات مثل قبل. يعني وقت نحكي كنا نحكي كانت اي شركه يلا بدي اعمل موقع على الانترنت، بدي اعرض منتجاتي، بدي ساوي، بدي اعمل. هلا بالمقابل اليوم في تطبيقات، كنا عم نحكي عن رياده الاعمال، اليوم في تطبيقات طلعت بالبلد، هي التطبيقات عم تاخذ اسم كثير كبير، عم تنتشر حتى بالوطن العربي، فهي يعني بادره خير انه هي التطبيقات اللي عم نشوفها خلينا نقول التنظيم اللي قامت فيه الهيئه الوطنيه لخدمات الشبكه للتطبيقات واختباراتها والاختبارات الامنيه، يعني كمان هذا بوادر خير بنعتبرها لموضوع صناعه البرمجيات بالبلد ان شاء الله. طيب دكتور خلينا نحكي شوي اليوم، مثل ما قلنا الشباب هو الأساس أو عصب موضوع ريادة الأعمال والبرمجيات. اليوم حضرتك دكتور أيضا بالجامعة، خلينا نحكي قدي صار في عنا تطوير لهذا المفهوم وعمل عليه بطريقة اختصاصية وأكاديمية. هلأ خلينا نقول أول شيء على يعني كمستوى الشباب، خلينا نقول كمستوى اختصاص معلوماتي. يعني نحن أول ما بلشت يعني كتعليم جامعي المعلوماتية انا ب 99 فتت على كليه هندسه الحواسيب بجامعه دمشق، كان الاختصاص ما كثير معروف، ما كان كثير يعني مقارنه بغير دول عندها اختصاصات متعدده. هلا اليوم التوجه كثير كبير على المعلوماتيه، يعني حتى بمفاضله الجامعات بنلاقي المعلوماتيه صارت عم تقارب الطب، عم تقارب الصيدله، وعم تقارب هالاختصاصات، فالطلب كبير كثير عليها. ليش؟ لانه عالميا صار في طلب كبير على المعلوماتية. اليوم الجامعات كان جامعات الحكومية ولا جامعات الخاصة عم تعمل تدريب، وتدريب كتير عالي، عم نشوف مشاريع، وفي مشاريع كتير من طلابنا يمكن قابلتوهم هون كان عندهم يعني أفكار كتير حلوة وعندهم شغل كتير حلو، ففي دعم كبير لهذا الموضوع تعليميا. بس أنا يعني في مشكلة إنه نحن الشباب اللي عم يتخرجوا، خليني أقول في الشباب اللي عم يتخرجوا وفي الكوادر المدربة واللي كانت موجودة بالبلد، عم يصير نزيف لهالكوادر. إن كان على مستوى الشباب، يعني الشباب عم يتخرج عم تجي فرصة من خارج البلد، عم تكون الفرصة كتير كبيرة فعم ينسحب، هذا عم يساوي نزيف بسوق البرمجيات. يعني اليوم شركات البرمجيات بالبلد عم تعاني من قصة إنه ما في
اختصاصات، ما في اختصاص خبرات. يعني ما في خبرات، يعني اللي عم يصير معه خبره سنه سنتين، حتى على مستوى اصدقائنا بتلاقي حكيت معه شركه خارجيه قدمت له عرض بعشر اضعاف اللي عم ياخده، فيا بيشتغل معهم هون هو بيضل جوا البلد وبيشتغل معهم، يا اما ممكن انه يسافر. فهذا الشيء عم يسبب نزيف وعم يسبب مشكله كبيره للشركات البرمجه. فدائما يعني شركه البرمجه نحن كعمل برمجي من ما له مثل باقي الاعمال، يعني هو عمل فكري ممكن احيانا لحتى تحسني تستبدلي مبرمج او مهندس بمهندس ثاني، العمليه بتاخذ شهر لشهرين لثلاث شهور لحتى يحسن يفوت على الشغل تبعه ويحسن يفهم شو كان عم يشتغل. بتلاقي بعد ما وصل لمرحله بعد ست شهور وانا اجتني فرصه عمل اطلع. طيب شو الحلول هون دكتور؟ يعني هي الطاقات الحلوه المدربينه واللي عم تشتغل شغل حلو وعم تجي على فرص، هن حقهم اليوم اي حدا فينا يبحث عن حياه ثانيه يعني بعيدا عن هذا الوضع، ولكن في حلول بسوق البرمجيات او لا؟ هلا طبعا ماديه، هلا حلولنا ماديه اكيد ما حل. هلا في حلول بس يعني الحلول، خليني اقول شغله مثلا مثل الامارات راحت منحت إقامة ذهبية لكل شخص بيشتغل بالمعلومات، أعطتهم تسهيلات كتير كبيرة عم تستقطب هالشباب. هلأ أنا بأكثر من اللقاء ذكرت أنه نحن يفترض أنه نحن نحافظ على هالثروة، لأنه اليوم عن جد الشباب المدرب والكوادر المدربة هي هنن ثروة كتير كبيرة للبلد. في شباب عم تطلع بشركات ناشئة، طب هدول أنا شلون فيني إدعمهم؟ يعني مع بعمل لهم تسهيلات بقصص مثلا السجلات التجاريه، ومشكور وزير التجاره قدموا تسهيلات نوعا ما بهذا الموضوع انه فيه يعمل سجل تجاري هو وقاعد ببيته عم يشتغل على سبيل المثال. ممكن اني ادعمهم، ممكن اني روح مثلا ساوي مسرعات اعمال، حاضنات اعمال، بحيث انه اللي عنده فكره بمجال رياده الاعمال مين يضمن له اياها، مين يساعده فيها. النقطة الثانية انه نحن نحافظ على هالشباب بحيث انه ما بعرف يعني يكون في طريقة للدعم اكبر. أكيد. مثلا اللي عم يشتغل مع برا البلد، اخي تعال خليك عم تشتغل مع برا البلد، ممكن اني اقدم لك تسهيلات مصرفية لعمليات الحوالات اللي عم والرواتب اللي عم تصير من برا البلد. ممكن انه يكون ما بعرف اذا فينا نحافظ عليهم بطريقه او باخرى اكيد يمكن مثل ما حكيت حضرتك يمكن الظروف ايضا كمان هلا بتحكم وبتاثر بشكل عام، وهذا القطاع من القطاعات اللي تاثرت بتداعيات الحرب اللي مستمره ما زالت علينا مؤخرا تماماً. كان في يعني انا في خليني مثلا مثل اليوم بالعسكريه الاطباء صار بيخدموا وبيطلعوا، ففينا نحن نعطي هالميزه خلينا نقول للمعلوماتيه كمان نحافظ عليهم، يعني روح خدوم سنه او سنه ونص، خدوم الجيش، خدوم الوطن، وخليك بالبلد. يعني ممكن انه نحن هذا يكون بادره مثلا لشباب تخفف شوي لشباب المعلوماتيه، كمان هي فكره ممكن انه نحن من خلالها ندعم الشباب ونحافظ عليهم بالبلد. اكيد وصلت فكرتك للمعنيين اذا حدا عم يتفرج. خلينا نحكي اليوم اطلقت الجمعيه المعلوماتيه السوريه مؤخرا منتدى شركات البرمجه، اهميه هي المنتديات وقد ايه يمكن بتكون صله وصل بين الشركات، ممكن تطرحوا ضمنها بعض الحلول وبعض الافكار لحتى تطور عمل هي الشركات على ارض الواقع. هلا المنتدى نحن كنا مشاركين فيه، الهدف منه بشكل اساسي يعني هو هالتواصل بين الشركات. يعني انا رحت على المنتدى واجتمعت، صدقيني في كثير شركات انا ما بعرفهم وما بعرف شو بيشتغلوا وما بعرف شو بيعملوا. طب انا عندي شركه برمجه والثاني عنده شركه برمجه، تعرفتوا على بعض يعني اكثر؟ هي اول فرصه انه نحن نتعرف على بعض. هلا ممكن كل شركه بتقدم خدمات باتجاه معين، حاليا ممكن انه نحن بالتحول الرقمي اللي طرحته الحكومه يكون في مشاريع كبيره، وهذا الشيء اللي انحكى. هذا المشروع الكبير ممكن ما تحمله شركه لحالها، ممكن يصير في تحالفات. يعني انا وقت بحسن اعرف مين اللي موجودين بهذا المجال، كل حدا بيختصاص معين كبير. ممكن يصير في تحالفات، وهي النقطه انطرحت يعني بالمنتدى. فانا في مشروع كبير ممكن يكون ثلاث شركات تتعاون عليه لحتى تحسن انه تنفذه، افضل ما تجي شركه خارجيه وهي تنفذ هذا المشروع. صحيح. اثنين يعني ممكن المنافسه، اجمالا المنافسه بتحسن جوده المنتج. يعني نحن اليوم الهدف انه المنتج اللي عم يطلع المحلي كصناعه برمجيات
انه نحن يوصل للجوده العالميه. يعني نحن بنروح بنشوف برمجيات عالميه، خلينا نقول مثلا في عندنا مثال كثير كبير بالاي ار بي سيستم او نظم اداره المؤسسات الكبيره، اليوم في منتجات عالميه بتنباع بمبالغ خياليه لدول الخليج ودول العالم. طيب نحن شلون فينا نحسن ننافس هذا المنتج؟ نحسن ننافس هذا المنتج من خلال الكواليتي. طيب كيف المنتج ممكن يرفع الكواليتي؟ مثل ما قلت لك انه المنافسه ممكن تكون المنافسه الصحيحه، تمام؟ ممكن تكون يعني انا وقت بشوف منتج من شركه ثانيه بطلع عليه، بشوف منتج بلاقي انه قاصر، ممكن الشركه الثانيه تلاقي انه لا انا يعني في شيء بمنتجي مو موجود، ممكن نعمل تحالف ندمج المنتجين بمنتج واحد تطلع الكواليتي. فهو الهدف الاساسي بالمنتدى هو التعارف بين الشركات، طرح أفكار مشاكلنا ممكن. مشاكل الشركات ممكن هذا الطرح يتم من خلال، لانه هو المنتدى تحت مظله الجمعيه العلميه السوريه المعلوماتيه، فممكن الطرح عن طريق الجمعيه نحسن نوصله للمعنيين كيف نحن ممكن ندعم قطاع صناعه البرمجيات. فحاليا المنتدى بطور التاسيس، ب 22 شهر في اجتماع لانتخاب اداره المنتدى، واداره المنتدى رح تكون من شركات البرمجه نفسها، يعني شركات البرمجه او شخصيات عم تمثل الشركات هي رح ترشح نفسها لحتى تكون باداره هذا المنتدى، وفي انتخاب لاداره المنتدى. الهدف من اداره المنتدى هو وضع ال خلينا نقول المساهمه بتطوير هي الصناعه، نشوف مشاكل الشركات شلون ممكن انه نحن يتم الدعم الحكومي لهالشركات. ان شاء الله هيك بتمنى لكم كل الخير. خلينا نحكي عن فرع اداره المشاريع المتوسطه والصغيره، هذا الفرع الاختصاص اللي كثير جميل وكثير معقد نفس الوقت، بتحس انه بده حدا كثير يعني قد ايه عم يقدر يساهم بمجال صناعه البرمجيات، ان كان بافكارهم كان بمشاريعهم الصغيره. وهل نحن عندنا يعني ذكرت حضرتك انه نحن كان في عندنا استضافات وكان في مشاريع كثير مهمه يعني بجامعه الهمك غطيناها مره، كان في شيء مميز يعني حرام ما ينشغل عليهم، بحاجه لدعم مادي كان بوقتها، ما بنعرف اذا اليوم اطلقوا هذا المشروع او لا. اليوم كيف عم يصير الربط بين اداره المشاريع المتوسطه وصناعه البرمجيات؟ هلا نحن عندنا اختصاص بصناعه البرمجيات اسمه هندسه البرمجيات، اللي هو يعتبر يعني يقابل علم الاداره بالاختصاصات الاخرى. هندسه البرمجيات تعنى بالمراحل اللي بمر فيها المنتج لحتى نوصله لجوده معينه وكواليتي معينه. هذا العلم يعني اليوم انا بحكي شوي بالسوق البرمجيات انه نحن يعني هذا ما كثير نحن يعني واضح، حتى بالجامعات بيتعلم هيك على، مع انه هو اهم يعني اهم اختصاص بمجالنا. ليش؟ لانه هو فعلا من خلاله انا بحسن اعمل اداره وتحكم بعمليه تصنيع المنتج، وهذا يفترض انه نحن يصير له يعني تركيز كبير حتى على مستوى الجامعات، لأهميته بأنه نحن نوصل لمنتج يكون هذا المنتج بجودة عالية، يكون قادرين ننافس فيه منتجات عالمية ويوصل للمرحلة الصح. ففي مثلا يعني نحن عندنا كإدارة مشاريع موجودة إدارة المشاريع ومنعلمها للطلاب، في عندنا شيء اسمه تحليل وتصميم الأنظمة، هذا الاختصاص كتير مهم كرمال انه نحن نحسن نعمل تحليل صح للمشروع البرمجي، نحسن نتابعه بكل المراحل، ما يصير في فشل بالمشروع البرمجي والبرمجيه بالاول والاخير. فاداره صناعه البرمجيات هي اكيد يفترض التركيز عليها، وممكن من خلال دورات تقام للشركات، و الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة راحت بهذا الاتجاه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وعملت دورات بمجال شيء اسمه CMMI اللي هي Capability Maturity Model، لهذا خاص بصناعة البرمجيات اللي هي بتقيس قديش هي الشركة مؤهلة لصناعة البرمجيات، وقاموا بعدة دورات بهذا الموضوع للشركات كرمال انه تحسن الشركات ترفع المستوى الإدارة لحتى يطلع المنتج الأخير
تكون الكواليتي تكون الكواليتي تبعه او الجوده تبعه عاليه. دكتور طارق، قبل ما نختم حديثنا اليوم، موضوعنا الأساسي كنا عم نقول كيف ممكن البرمجية تدعم الاقتصاد، عنوان كتير كبير. يمكن حضرتك حكيت هيك شوية حلول تم أو بدأ العمل عليها من خلال دعم مشروع طبعا الحكومة الإلكترونية من خلال أكثر من طريقة، ومؤخرا شفنا عدد من الشركات اللي بلشت تعمل تطبيقات صحيح. وتطرحها بالأسواق، وفي منها بعض شارك أيضا بإكسبو بدبي. خلينا نحكي برأيك اليوم، شو هي الطريقة اللي ما زالت البرمجة رغم كل الظروف اللي موجودة فيها بلدنا قادرة أنها تدعم الاقتصاد؟ الحقيقة أنا بسميه صناعة البرمجيات بهذا الزمن الكنز المفقود. يعني اليوم بدول كاملة قائمة اقتصادياتها على البرمجيات. في اليوم شركات ميزانيتها تعادل ميزانية الدول. فنحن هذا الموضوع موضوع انه كيف ممكن تدعم. ممكن نحن بوجود الشباب الكوادر المدربه المؤهله نحافظ عليها. عندنا فرصه كثير كبيره انه نحسن نجيب قطع اجنبي للبلد. هذا القطع الاجنبي ان كان من خلال الفرص اللي حكيت عنها انه في شباب كثير عم تتوظف لبرا البلد، من خلال البرمجيات اللي عم تتنفذ بشكل صحيح، ممكن حتى هي تنباع لبرا البلد وكمان تكون في لها عائد للبلد. فاليوم نحن عم نحكي عن كنز كثير كبير. يعني اليوم كنا نقول النفط، اليوم التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا صارت يعني توازي بسوق الاسهم، هم اعلى من شركات النفط والشركات الثانيه. فاليوم نحن اذا حسنا نوصل، يعني انا بحلم هيك، يعني يكون عندنا مدن ذكيه مثل المدن الذكية بكتير دول. هاي المدن الذكية ممكن إنه نستقطب هالشباب، ممكن يصير في تدريب حضانة، تسريع للأفكار تبعهم للمشاريع تبعهم، يصير في منتج قادر ينافس على المستوى العالمي، نحسن نبيع هذا المنتج ونحسن يكون في دخل بيدعم الاقتصاد الوطني. فأنا يعني بتمنى أنه نحن يعني هذا الموضوع يندعم بشكل كتير كبير، لأنه كتير مهم وكتير بيأثر، يعني له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي. إن شاء الله أمنياتك دكتور تتحقق، لأنه اليوم أي شيء إيجابي عم يكون تأثيره على الجميع وعلى كافة المستويات. بنشكر حضورك لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يخليك يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم سلمى. نحن خلص وقت صباحنا غير لليوم، لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم. إن شاء الله يا رب كنا ضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم، وقدرنا نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم، ويحملكم كل الخير والرزق الكريمة وجبران الخاطر. كونوا بخير. باي باي. شكرا لك رشا، والشكر الأكبر أكيد لك المشاهدين اللي تابعونا اليوم ساعة وربع من الوقت مع ضيوف متعددين من اختصاصات مختلفة. إن شاء الله نكون قدرنا نقدم فيها المعلومة. لا تنسوا دائما تراسلونا على صفحة صباحنا غير لأي معلومات أو استفسارات بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصية، وأكيد تتابعوا فقراتنا على صفحة الإخبارية السورية. ضلوا بألف خير.